الإنسان واللسان كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، عبر اتصالات هاتفية أجرتها نورسات مع كل من الأب فرح حجازين والأب جورج القائد من هولندا والأب بطرس حجازين وأمين عام البطريركية اللاتينية الأب عماد علامات، حيث أجمع المتحدثون على ضرورة حفظ اللسان الذي يعد أعظم وسائل الاتصال بالآخرين، لكنه على صغره فهو وسيلة لتحصيل العذاب أو الرحمة. وأشاروا إلى أن المقصود بحفظ اللسان ألا يتحدث الإنسان إلا بالخير ويبتعد عن قبيح الكلام والغيبة والنميمة وغير ذلك. ما في شك لا يعلى على كلمة السيد المسيح القائل إن كل كلمة بطالة ينطق بها الناس سيغدون عنها حسابا يوم الدين، لأنك من كلامك تبرى ومن كلامك يحكم عليك. وأيضا للقديس بولس لا تخرجن من أفواهكم ولا كلمة فاسدة، بل ما يصلح منها ويفيد البنيان ويؤتي السامعين نعمة. وفي مكان آخر اطرحوا الغضب والسخط والخبث والتشهير والكلام القبيح من أفواهكم، لا يكذب بعضكم بعضا، إذ أنكم قد خلعتم الإنسان العتيق ولبستم الإنسان الجديد. وفي مكان آخر اجتنب الأحاديث الدنيوية الجوفاء، لأن أصحابها لا يزيدون بها إلا نفاقا وكلامهم يتفشى كالآكلة. وللقديس يعقوب أقوال رائعة في اللسان وشره، قد يقول إن جميعا نزل كثيرا، ومن لا يزل في الكلام فهو رجل كامل في وسعه أن يلجم أيضا جسده كله. انظروا ما أسهر النار التي تضرم غابة كبيرة، فاللسان أيضا نار، إنه عالم الإثم. لقد جعل اللسان بين أعضائنا وهو يدنس الجسم كله ويحرق الخليقة كلها ويحترق هو بنار جهنم. أما اللسان فما من إنسان يقوى على قمعه، إنه شر لا ينضبط، مفعم سما قتالا. به نبارك ربنا وأبانا، وبه نلعن الناس الذين صنعوا على مثال الله. والقديس بطرس أيضا يقول من أراد أن تهنى له الحياة ويرى أياما سعيدة فليكف لسانه عن الشر وشفتيه عن التكلم بالمكر. هنا موضوع هذا رائع جدا، والكلام هو عطية من عطايا الله، لأنه أعطاها للبشر حتى يقدروا يتواصلوا ويتفاهموا فيما بينهم، فهو نعمة كبيرة من الله. ولكن أحيانا كثيرة بيكون هالكلام ممكن يكون كلام بيبني وممكن يكون كلام هدام، ممكن يكون كلام يحرر وممكن يكون كلام يقيد، ممكن يكون كلام يشفي وممكن يكون كلام يجرح المشاعر. فهو وسيلة أعطانا إياها الله للإنسان حتى نقدر نتواصل ونتفاهم، ولكن استخدامنا أحياناً الخاطئ لإله ممكن يؤدي لنتيجة سيئة وجارحة لبعضنا البعض. مشان هيك القديس بولس بيصف اللسان، بيقول اللسان صحيح هو عضو صغير، هو قطعة لحم طرية، لكنه مفعوله كتير كبير جدا. ونرى من حكمة الله لأنه انه حط اللسان ضمن سجن، ضمن سجن هو الفكين ضمن الأسنان، لحتى الإنسان يضبط هذا اللسان بطريقة بطريقة لائقة حطوا بسجن لحكمة ربنا. حلو كتير. نعم أبنى. حطوا بسجن لحتى نقدر نحن نتحكم فيه مش هو يتحكم فينا. كلامك. مشان هيك القديس بولس شو بيقلنا؟ هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير، هو نار قليلة، أي هو وقود تحرق. فاللسان نار، عالم من الإثم. القديس يعقوب رسالة الفصل 3 الآيات 5 و6، وبرجع بيقول كمان القديس يعقوب
في الفصل الثامن هو شر لا يضبط مملوء ثم مميتا إذا ما قدرنا نتحكم فيه. نعم. وأيضا كمان نعم كذلك نقرأ في سفر الأمثال الفصل 18 الموت والحياة في يد اللسان أحباؤه يأكلون من ثمره. فهون نفهم من هالشيء إنه الله بده يقول لأن حقيقة صادمة تتعلق بقوة الكلام واللسان هو نعمة إلنا ولكن أيضا في إله مفعول سيء أو استخدام خاطئ إذا نحن ما قدرنا نتحكم بهذا اللسان وممكن يجلب لأن الموت والدمار وممكن أوقات نسيء للآخرين من خلاله. أريد أن أشارك معكم نعم آية من المزمور لربما هي مفتاح لهذا الجواب كيف يستطيع الإنسان أن يضع إن صح التعبير حارسا وبابا لشفتيه لكي يلجم لسانه. مع صاحب المزامير نقول ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتيه. الباب هو اللي هو الباب والحارس هو اللي بتحكم في بكل ما يدخل وما يخرج من البيت أو من أي مكان وبالتالي الشفاء هي بيت هي باب اللسان. لذلك عندما نطلب من الله أن يضع بابا حصينا لشفتينا وكأننا نطلب من الله أن يعطينا النعمة والحكمة لكي يكون كل ما يخرج من أفواهنا أو يتكلم به لساننا هو ما يختص بالله وعندها نسمي هذا اللسان وهذا الإنسان إنسان فاضل ولسان فاضل. لذلك الإنسان عندما يتكلم بما يختص بالله واللسان هو إنسان فاضل. يعني إذا بنحكي بكلمات أيضا يعني بسيطة جدا إنه كل إنسان إذا بيسيطر على كل كلمة وكل كلمة ما بتخرج بدون إذن عقله وإذن قلبه ولكن علينا أيضا أن نربي العقل والقلب على أن يكونا مسكن لله عندها يستطيع أي لسان أن يتكلم بما في هذا القلب. فإن كان الإنسان محافظ على صداقة مع الله في قلبه وفي عقله يستطيع بالتأكيد لسانه أن يكون لسان فاضل. قالت العرب لسانك حصانك وصنته صانك. لذلك لصون اللسان بمعنى أن نجعله فقط لما كرس من أجله. يقول الكتاب المقدس ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد عن ذلك من الشيطان. بصراحة وببساطة لدينا الكثير من الزيادة نحن للأسف في كلامنا وبالتالي لدينا الكثير من الكلام الذي هو من الشر ومن الشيطان. كلامنا يجب أن يكون نعم نعم ولا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشر. نحن نزيد للأسف الكثير واليوم الشيطان يقول التفاصيل. نعم 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 للأسف اليوم إذا نطلع أتوقع ولا أريد أن أكون مبالغ 80% لربما من كلامنا وكلام زيادة. ربنا ميز الإنسان بالقدرة على التعبير بعضو صغير اسمه اللسان. التعبير عن كثير شغلات يعني التعبير أولا عن المشاعر التعبير عن ما في داخل الإنسان يعبر بهاللسان. الكتاب المقدس كثير حكى عن عن هالمجال كثير حلو. نرجع لنص مهم اللي هو برسالة القديس يعقوب اللي فيه تشبيه لبط اللسان بتشبيهين. التشبيه الأول اللي هو اللجام والدفة. ليش أول شيء حكى عن بط اللسان؟ ليش؟ لأنه بتشبيه آخر كمان يحكي بالكتاب المقدس عن اللسان
مثل النار يعني ممكن تحرق الأخضر واليابس يعني. يعني تطبيق هذا الإشي لما لما مثلا موجة الإشاعات تطلع إلى آخرها بتدمر الإنسان مثل النار اللي بتحرق الغابات. الكلام واللي مش موزون والمش مضبوط هو أيضا بيحرق. فكتاب مقدس قد ما بيشبه خلينا نحكي هاي القوة اللسان إنها بركة من ربنا، هي باللسان يسبح ويشيد وإلى آخره، أيضا بيحذر من خلينا نحكي المخاطر. عشان هيك برسالة القديس يعقوب بيحكي ألجن لسانك، اللجام اللي بنحط على الخيل اللي هو وجه الخيل، الدفة اللي موجودة بالسفينة حتى لو كانت باخرة كبيرة، الدفة الصغيرة بتوجهها. لما اللسان يضبط نفس النص بيحكي من شأنه أن يفاخر بالأشياء العظيمة. هون الدعوة أنا بحكي إنه اليوم خلينا كلنا نجرب إنه لساننا يسبح ويبارك ويمجد ويشجع. يجوز بهاي الظروف اللي احنا موجودين فيها في كثير اشخاص ممكن نلتقي معاهم بحاجة لكلمة تشجيع. اللسان قادر انه يرفع المعنويات وقادر يعزز الاشخاص وقادر يعطيهم روح جديدة. هاي الدعوة اللي انا بوجهها اليوم من خلال نورسات، من خلال البرنامج، انه خلينا نستخدم اليوم اللسان للتمجيد والتسبيح والتشجيع.